السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا متتبعي ومتتبعات هذه القناة العزيز الغني على قلبي. الله يربي يغطس لكم يديكم الجنة، يعطيكم الجنة والنعيم، ويحفظ لكم والديكم على هذا المجهود اللي تديروا معايا في هذه القناة، وعلى التفاعل تاع الفيديو قبل من هذا، اللايكات، التعليق الطيب والرائع اللي تزيد تحفزني أنني نحط فيديوهات كثار. كذلك أحباب قلبي، الناس اللي التحقوا بالقناة جداد، فضلكم على راسي، الله يجعل لكم هذا الشيء كلشي حسنات يا ربي، آمين يا ربي آمين. بغيت نعقب على واحد التعليق اللي جاني، ما عرفتش اش كتبوا لي واحد ولا وحده، الله اعلم. المهم هادو من النقافات ديالهم اللي قالوا لي كيفاش انتيا دايره هاد القناه باش ديري بها زعما واحد الخير مع واحد العائله، وش تجيبي زعما في سيره الناس، راك حافظ وما فاهمش او حافظه وما فاهمش. انا هاد القناه سميتها واقع اليوتيوب، اي حاجه ما عجبنيش في شي قناه في واحد لا فيديو غادي نهضر فيها. هنا سمسمه وراجلها نهار خرجوا وتيتعاطاو مع الام، حنا ما بغيناش هاد الشيء تنشر لينا وسط المجتمع ديالنا وتبارطاجا السخط وسط المجتمع ديالنا من واحد جوج الناس اللي كان همهم الوحيد انهم يدخلوا الادسنس وما شغلهمش في المراهقين ديالنا انهم غادي ينوضوا وغادي يتعلموا انهم يتعاطاو مع الوالدين ديالهم، هما داروا الدار وضمنوا مستقبل وليداتهم، الله يحفظهم ليهم يا ربي. ولكن راه كاينين وليدات دابا الوالدين ديالهم تيعانيو منهم على ود هذوك لا فيديوهات اللي بارطاجاو هادو، فهمتوني؟ فاش ينوض الولد ويقول لامو راك ولتيني قبال ما تجوجي با، راه مشكلة كبيرة. وفاش تنوض العروسة وتقول لعدوزتها راكي خطفتي شيخي لمراتو، راه شي حاجه اللي كبيره وخايبه بزاف وشنيعه. هادشي علاش هضرنا، فاش نهضروا على الحق ما تيهمناش النباحين اشنو تينبحوا. وصلت المعلومه؟ يلا برا. المهم انا عمرني ما كنت غادي نقول لكم راني دايره واحد الاجر، كل ما تهددتش في هاد القناه من خلال هاد الناس كنت هذاك الاجر بغيتو يبقى مستور، ولكن هما اللي اضطروني انني نقول انني دايره واحد الحسنة وأنا ما درت والو. يا ربي إن شاء الله غير يدخل واحد المدخول باش يكونوا هاد الناس مساكن يا ربي. في لا فيديوهات الأولين فاش بديت القناة عمرني ما قلتها، نتوما اللي اضطريتوني أنني نقولها، حيت نتوما اللي هددتوني أن هاد القناة غادي تديوها أو غادي تبلغ. وأنا ما تنخاف غير من الله الواحد الأحد، مادام ما تنغلطش في الأعراض، مادام ما جبت في أعراض، ما هضرتش في هاد الناس كاسخصهم هما، هضرت أنا على المحتوى اللي كاين في القناة، صافي؟ يلا برا. المهم شفت واحد لا فيديو في قناة أنت الفيل، هي أخوتي اللي جاية عند أختها وقالت ليها قولي لي راه حنا تلقينا واحد الهجوم من خلال المتتبعين اللي هاجموا في القناة نتاع الأم وقناة نتاع الأخت ونتاع الأخت، اللي قالوا لينا راه أختكم رحلات زعما بحرا ما مشات وتهنات منكم وتبعتوها كاملين، هي يلاه رحلة وأنتم ما جيتوا زعما رونتوها وما خليتوهاش على راحتها هي وراجلها، ما خليتوش الراجل يرتاح في داره. انا ما غاديش ندخل هنايا بين عائله، هذيك ام مشات عند بنتها، دوك خواتات مشاو عند اختهم يعاونوها كما قالوا هما، ما يعاونوش انا ما عنديش سوق وما عنديش دخل في هذا الامر، هذه صله الرحم، حنا ما غاديش ندخلوا في صله الرحم ونقولوا لا ما يمشيش ولا هذا الشيء، تندخلوا في حياه الناس، انا ما سوقيش هذا ما تيهمنيش. ولكن هنا فاش جات هاد انت الفيل تتسول اختها سمسمه قالت لها قولي واش حنا برزتناك وهذا، قالت لها لا، قالت لها راه الام مشات مفقوعه، الام ما تبغيش زعما كاع تمشي شي بلاصه اخرى ولا هادي ولا هادي. ولكن شوفوا لي مزيان هذاك لا فيديو سمسمه كيفاش تتهضر، اللغه نتاع الجسد ماشي هي الهضره اللي تتخرج، هي براسها فاش كانوا عندها عرفتي معصبه معصبه، حتى فاش مشات تتمسح واحد ليطاش في ميني صالون الزرق ورجعوا لهاد لا فيديو كي دارت وبات دابزه تهضر معاه وانت الفيل، عرفتي بغات هاد الدابزه تغوت ومقنتش وما عجبها الحال، فهمتوني؟ ورجعوا لها فيديوهات مزيان. هنا هاد المتتبعين راه ذكيين، راه الانسان فاش يتابع واحد القناه راه تيعرف كل شيء الحمد لله، والمتتبع المغربي ما شاء الله راه ذكي بزاف، راه شافوا الحركات نتاع عتوقه وشافوا كذلك الحركات نتاع سمسمه مع خواتاتها والام ديالها، وهنا باش خرجوا وهضروا كيفاش انتوما يلا رحلة السيدة
وجايين تابعينا. هي قالت لا لا، راه انتوما جيتوا عاونتوني وانا مرحبا بالعائله ديالي. عرفتي مره مره تدير هكا وتنزل عينيها ومرحبا، ودير راسها راه ملاهيه زعما مع البنت ديالها وتتنزل عينيها هكا. قالت لي انا كنت بغيت نمشي وعيطت على بارد الكتاف. قلت ليه اجي، وقلتي لي لا ما تمشيش جلسي معايا. قالت لها هي انا اللي قلت لك ما تمشيش، وتحك في راسها. وراه الناس راه عاقوا وشافوا، والحمد لله المتتبع راه ذكي وعرفوكم انكم غاديين على ود باش تطلعوا القنوات ديالكم. كل وحده غاده بالقناه ديالها. الدار باقه جديده، اختنا القناه عندها كبيره، عندها المتتبعين، تحنا فرصه هادي غادي نمشيو حتى اللي بعيده منهم ساكنه في البلاد البعيده تاع هي جات وتتصور، وهادي تصور هذا الفيديو من هاد الزاويه، وهادي تصور هذا الفيديو بهاد الزاويه. راه عاقوا الناس. الناس الحمد لله راه ذكيين كما قلت لكم. واللي غيزيد ياكد هاد الشيء يا خوتي، او شوفوا لي لا فيديو اللي حطات سمسمه على الثقه في البدايه تاع لا فيديو. شنو قال عطي ثقه؟ شنو قال عطي ثقه؟ قال لك الله على راحه يا خوتي، الدار خاويه والله الا لا راحه صافي. فهموا لي الميساج، زعما راه الدار كانت عامره عليا، راه ما كنتش مرتاح، ولكن دابا راه ارتحيت. يا والله يزيدك من الراحة. بصح مرتاح انت، بصح ما فراسيش. انا تنعرف اللي تدعي فيهم وعمره ما يعيش مرتاح. ايوا لا اله الا محمد رسول الله وصافي. واش تي يا خوتي رجعوا لهذا الفيديو انتم تسمعوها ابو ديناتكم، وتا النقافات دياولها يسمعوا ابو ديناتهم. قال لك الله على راحه الدار خاويه والله الا، قال لك الا راحه صافي، وما نقدرش نعبر انا كيفاش عبر هو. المهم اخوتي، المحتوى نتاع الفيديو اللي حطوه غادي نهضر فيه حتى هو. قال لك تيصيفطوا الميساجات المشفره، انا توكل كذا، انت درتي ليا شي حاجه، انا هادي كرشي تضرني. قالت انا ما درت لك والو، انا مشبعك. قال لها شنو وكلتيني؟ ياك، قالت ليه انا مشبعك هرفايس ودجاج ومشبعك وعاطيك هادي وهادي. فين هو قالها لك؟ وقال لك منين؟ سمعوا سمعوا مزيان اخوتي هذاك لا فيديو. فاش قالت ليه؟ قال لها انت اش وكلتيني؟ قالت ليه هي انا مشبعك هرفايس ودجاج ونطيب. فين كنتي انت تتوقفي في الكوزينه؟ انت هي الكديديبه، كنتي توقفي في الكوزينه وطيبي، ما كانش الماكله تتجي غا من السوق، طبلة في الدار والماكله من السوق. ما كنتيش مشبعه غا من ساندويشات تاع السوق وباز. ورحنا عارفينك، وراك خبزنا وراه عجناك وقرصناك وطيبناك. ويلي حي، تكذبي انت على من علينا؟ حنا اللي متبعينك شحال هادي. قالت لي مشبعك هو، جالس يقول لها هو تيفرشها. وفين قال ليها؟ يلا دابا لو وليتي واقيلا غادي تكوني مرأة في المطبخ، الله اعلم. المهم اخوتي تيصيفطو زعما ميساجات للجهة الثانية. قالت لي انا فاش ضحكتني اخوتي وباش تنعرفها راه ميساجات مشفرة. قالت لي نسيتي فاش قلت لك شكون اللي قال لك الاول سير عبر توكال؟ ماشي انا، انا اللي شكيت الحبوب اللي في وجهك. وسيري تقعدي، هذوك الحبوب راه حب الشباب، وسيري تقعدي راه عنده هذاك الحب الله يحفظ اللي تيخرج البشرة، اللي تيتقب البشرة. سيري تقعدي هذاك توكال. واش نقول لك؟ والله العظيم الا تضحكوا على المتتبعين، والله العظيم الا تدخلوا الادسنس غاب التفاهه، والله العظيم والسخريه من المتتبعين. وشوف اخوتي فاش قالت لي هاد لا فيديو، والله ما يتحط، والله هاد لا فيديو ما يتحط. عاود فاش جا وجلسوا صافي وسالا وبدا تيسيس معاها الامور. اشنو اخوتي قالت لي؟ قالت لي انت رجعتي للملاكمه ورجعتي الرياضه ديالك ومشيتي دخلتي لاصال وليتي تدير لونطريمو ديالك. قال لي سكتي، الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. وجلس يقرا، وانا ناري خويا، ناري خويا، وخويا قارح كتر من العيالات، فيك القروحيه محق لك لقيتي هانيت. على نياتكم ترزقون. شنو قال ليها؟ قال لي سكتي سكتي ما تهضريش، ولا غنحيد هاد لا فيديو، ما عندي ما ندير بيه. زعما فرشتي راني رجعت لونطريمون، راه كلشي قاعدين اخوتي، راه ما تبقاوش طيقوا بهادشي، راه تيقعدوا تيديروا السيناريو نتاع لا فيديو شنو غيتقال فيه، والحركات والزاويه منين غيقبطوا اي حركه داروا عاد تيخرجوا لكم في لا فيديو، راه ماشي تيجي عفوي. سمعتوني؟
قال لي اسكتي نحيد هذا لا فيديو. قالت لي كيفاش؟ لا ويلي علاش تحيد لا فيديو؟ ياك بحال قلتي انت ما يتحطش هذا لا فيديو فاش قال لك توكال ما توكال. قالت لي اسكت راه الحيوت تيسمعوا والجيران تيسمعوا تقولها بصح. ايوا ما كانش عليك تحطي هاد لا فيديو ياك الحيوط تيسمعوا، وفي التالي تقولي ليه لا سكوت خلي الفيديو تحط. نتوما لمن تترميو هذاك الكلام وهذيك الرسالات المشفرة لمن؟ وانا اللي قلت لك عبار وكاع سوا تيقول لك والله الا انا موكل وكلشي باقا تضرني، ونجي تقولي مالك حال فمك. هام 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 فعلا وحال فمه راه شفناها من دغا نتاعت نهار الفطور اللي وجدتي الله يسمح لينا منك نضيع على الصباح تصايبي المسمن وحل الفم وتا ما تلا سدو هذا راه ما تلاش يعرف يسد الفم راه ولا حلو. واش نقول لكم رحنا عرفنا فين تتصيفطوا الميساجات، وحنا عرفنا هاد لا فيديو علاش درتوه على المشاهدات والناس عاوتاني يدخلوا، ها هو ضره كرشو، ها هو رجع لون طريم، ها هو ولا كيكه.